Welcome to Learn English with Mr. محمد سعد. تعلم الإنجليزية مع مستر محمد سعد. تحت الفيديو ده هتلاقي صورتي، اضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي من فوق صفحة رئيسية، الفيديوهات، قوائم التشغيل. اضغط على قوائم التشغيل هتلاقي الدنيا متنظمة. اختار الفيديو اللي انت عايزه، اختار الجرامر اللي انت عايزه، اختار الصف اللي انت عايزه. تحت الفيديو ده هتلاقي صورتي الناحية التانية، كلمة اشتراك لونها أحمر، اضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي الجرس ظهر كده، اضغط عليه. لما تضغط عليه هتلاقي كلمة الكل من فوق أو all بالإنجلش، اضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي الجرس عمل كده. معناها ايه الكلام ده؟ معناها انك فعلت الجرس. You have activated the bell. When you activate the bell you have access to all our notifications. لما تفعل الجرس هيبقى عندك إمكانية توصل لجميع إشعاراتنا. معناها ايه الكلام ده؟ معناها اي فيديو جديد احنا بنعمله هيظهر عندك في الموبايل على طول لو انت مهتم بالفيديوهات التعليميه educational videos. النهارده family and friends 6 unit 4 lesson 3 عنوان اليونت بتاعتنا transport of the future، وسائل النقل الايه للمستقبل. النهارده هناخد جرامر مهم جدا، the present perfect continuous tense، زمن المضارع التام المستمر. تعالى كده نعرف ايه هو زمن المضارع التام المستمر والفرق بينه وبين المضارع التام البسيط العادي خالص. تعالى كده نشوف the present perfect continuous tense. الفورم تكوينه I, you, we, they او اي فاعل جمع مع الضمائر. طبعا I, we, we, they او اي فاعل جمع ياخدوا have been، احط الفعل ing على طول مع he وشي وإت أو أي فاعل مفرد ياخدوا has been، أحط الفيرب ing، يبقى have أو has been الفعل ing على طول. have للجمع وhas للمفرد، have للجمع وhas للمفرد. إيه استخدامه؟ بستخدم زمن المضارع التام المستمر يعبر عن حاجة حصلت في الماضي وليها أثر في الوقت الحاضر أو مازالت مستمرة. هو زي المضارع التام بالظبط، بس في الغالب المضارع التام المستمر بيركز دايما يبقى الحاجه مستمره، يعني ما خلصتش قوي. خلاص، ايه الفرق بين المضارع التام البسيط والمضارع التام المستمر؟ فرق جوهري. المضارع التام العادي بيركز على ايه اللي عملته، ما تم انجازه، ايه اللي حصل. لكن المضارع التام المستمر بيركز على المده الزمنيه اللي استغرقها او اللي خدها الحدث في الحدوث، بيركز على الفترة الزمنية أو المدة الزمنية اللي إيه؟ اللي استغرقها الحدث، لكن المضارع التام بيركز على إيه اللي عملته، ما تم إنجازه، بس على الحدث نفسه. تمام، ده فرق جوهري بينهم. خلاص؟ ده تكوين زمن المضارع إيه؟ التام المستمر. النيجاتيف بقى، النفي، I, you, we, they أو أي فاعل جمع ياخدوا haven't been، حط الفعل ing، مع هي وشي وات او اي فاعل مفرد ياخدوا hasn't been، احط الفيرب ing. ده في النفي. في السؤال questions احنا قلنا سؤال في اللغه الانجليزيه حاجتين، سؤال بادئ بلا استفهام وسؤال مش بادئ بلا استفهام، بادئ بفعل مساعد معناه هل، اجاوب عليه بيس او نو. لكن السؤال بادئ بلا استفهام هجاوب عليه حسب ما لا استفهام مطالبه مني. يبقى السؤال في اللغه الانجليزيه حاجتين. عندي هنا سؤال بادئ بلا استفهام question word، يجي وراها في زمن المضارع التام المستمر او المضارع التام عادي خالص have او has subject الفاعل، سواء الفاعل جمع او مفرد، been احط الفعل ايه؟ ing. ده السؤال بادئ بلا استفهام question word. طب السؤال اللي بادئ بفعل مساعد معناه هل، هبدا في زمن المضارع التام المستمر هبدا ب have للجمع و has للمفرد، بيجي وراهم subject فاعل، been احط الفعل ايه؟ ing. ده السؤال في زمن المضارع التام المستمر. تمام، ايه الكي ووردز؟ كلمات الدالة على الزمن. الكلمات الدالة على الزمن لازم احفظها علشان الكلمة الدالة على الزمن بتقول لي انت في الحتة دي مش في حتة تاني، انت بتتعامل مع الزمن ده مش زمن تاني. خلاص، all دايما بيجي معاه كلمة all. all يعني طوال، all morning طوال الصباح، all day طوال اليوم، all night طوال الليل، all week طوال الاسبوع، وهكذا. all على طول، all واي كلمه يبقى ايه؟ مضارع تام مستمر على طول. خلاص، برضو في كلمات بستخدمها في زمن المضارع التام المستمر زي المضارع التام العادي for و since. خلاص، recently، recently ولately مؤخرا. تعال نشوف كده ازاي. عندي example هنا، مثال بيقول لي I have been teaching، انا بشاهد
أنا بدرس I have been teaching English for 20 years. أنا بدرس إنجليزي لمدة 20 سنة. بركز هنا على المدة الفترة الزمنية اللي استغرقها الحدث. مثال تاني They have been playing since 6 o'clock. هم بيلعبوا من الساعة 6 كفاية كده. Okay. يبقى هنا ركزت على إيه على الزمن اللي استغرقه الحدث. You have been doing your homework all night. أنت بتعمل واجبك طوال الليل. قاعد شغال طوال الليل. ركزت على الزمن اللي استغرقه الحدث. المدة الزمنية. آخر حاجة عندي هنا We have been writing to each other recently. إحنا بنكتب لبعضينا إيه مؤخرا. Recently مؤخرا أو حديثا. Okay. تمام. In your book here. Page 39, yes, unit 4, lesson 3, grammar 1. عندي grammar مهم جدا. Listen and read. Why can't the planes fly? تعال نعرف ليه الطائرات مش بتطير. Let's see what's happening. News just in. There is a group of lions lying on the runway at a small airport in South Africa. مجموعة من الأسود ايه على ايه طبعا ايه قاعدين ايه في المطار طبعا مخلين الطيارات مش عارفين يطيروا. Planes can't leave because the lions are in the way. الطيارات طبعا ايه مش قادرة تطير عشان ايه الأسود قاعدة في الطريق ايه الممر اللي بتجري فيه الطيارات. The lions have been lying. خطط يلا عزيزي مدرع تاني مستمر. The lions have been lying there since. كلمة دالة على الزمن 9 a.m. يعني هم الأسود قاعدة في المكان ده من الساعة 9 الصبح. But no one wants to move them. محدش عاوز ايه يحركهم. Passengers, ركاب have been waiting. يعني ركاب منتظرة بيركز على الوقت اهو اللي منتظرين فيه. For 5 hours. The manager of the airport says that it is too dangerous to move the lions. ده خطر جدا انك انت تتحرك الأسود دي. He thinks they are enjoying the sun. هو بيعتقد ان هم بيستمتعوا بالشمس شوية. And will move when the sun goes down. وهم هيتحركوا لما الشمس تغرب. Until then, everyone must wait. حتى الآن كل واحد لازم ينتظر. تمام. Passage حلوة. قطعة حلوة. Yes. Exercise 2. Read and learn. عندي grammar box. Present perfect continuous. زي ما قدرها تعمل مستمر. بيقول لي ايه؟ Use the present perfect continuous with for and since to talk about something that started in the past and is still happening. بيتكلم بيقول استخدم زمن المضارع التام المستمر زي المضارع التام المستمر استخدمه مع for وsince تعبر عن حاجة حصلت في الماضي وإيه او بدأت في الماضي وما زالت ايه بتحصل حتى الوقت مستمرة. بديني مثال The lions have been lying there since 9 a.m. مثال تاني Passengers have been waiting for 5 hours. ومديني تكوين تحت زي ما قلنا. عندي في البوكس التاني هنا بيقول لي use these time expressions with the present perfect continuous to. بيقول لي استخدمي ايه الكلمات الدالة على زمن دي اللي هي زي ما احنا قلنا all morning, all day, all night, all week وهكذا. مديني مثال We've been doing our homework all morning. احنا بنعمل واجبنا طول الصباح. تمام. Exercise 3 هنا. اشتغل معايا ايه ده? انت عارف فرق عليها كده بتقول حلاوة ولاد. حلاوة ولاد فيديو حلو قوي. لا بتعملش كده. اكتب العصبورة كله. اكتب الجرامر. واكتب الاكسرسايز ده وحله. واختبر نفسك وشوف هتحله ازاي. واختبر نفسك. اشتغل معايا. Notebook بقى. All your tools واشتغل معايا. Yes. Exercise 3. Number 1 is already done. محلولة. Number 2. Jenny. ها. مديني بين قوسين tidy her room all morning. It looks much better now. يبقى جيني ايه? ها? بين قوسين tidy. يبقى ايه الزمن? بيقول لي all morning. يبقى على طول. جيني مفرد تاخد has. يبقى has been. احط الفعل ng tidying. يبقى جيني has been tidying her room all morning. It looks much better now. Number 3. John space بيقول لي بين أقواس do his homework all evening. عاوز أقول بيعمل واجبه طوال إيه المساء. يبقى على طول John مفرد يبقى has been doing his homework all evening.
numbers 5, 6, 7 طبعا ده الهومور بتاعك على طول. يس اي حاجة اشوف في الكومنتس على طول معاك. exercise 4 بيقول لي write sentences use the present perfect continuous استخدم زي ما قلت لك التام المستمر. number 1 is already done هنبص على الصورة بيقول لي play the piano all afternoon يبقى هقول ايه ولد يبقى هي يبقى هي ها هاد been playing احط الفعل ان جي the piano all afternoon. number 3 هنا بيقول لي play tennis since 1 o'clock عند 2 يبقى they ياخدوا have they have been playing tennis since 1 o'clock 4 5 6 is your homework اشوف ده في الكومنتس هرد عليك اوكي تمام. We have an exercise here let's answer it together اي سؤال يجي لك في الامتحان تعمل ايه خلي بالك من النصايح اللي بقولها لما تيجي تحل اي سؤال افتح عينيا كويس ما مستعجلش اشوف المعنى اشوف الزمن اشوف الترجمه اشوف المفرد والجمع اشوف اللي قبلها واللي بعدها اشوف حركاتك يا هولندا تاثيراتك يا هولندا يلا كده نحل مع بعض. choose the correct answer number 1 how long when how have you been studying english بصيت على الجمله ترجمتها بيقول لي انت بتدرس انجليزي وبص على الزمن كويس اشوف الزمن زي ما احنا قلنا زمن مضارع تام مستمر have you been studying احط الفعل ing have او has subject been احط الفعل ing هو مضارع تام مستمر يبقى when ما ينفعش تيجي مع المضارع التام مستمر خلي بالك المعلومه دي how المعنى مش عايز ده يبقى how long كام المده دايما بتيجي مع المضارع التام والمضارع التام مستمر بتعتبر من الكلمات الداله على المضارع التام المستمر خلاص يبقى بستخدم how long على طول how long have you been studying english كم المدة يبقى في مدة هو بيركز على المدة خلاص يبقى مضارع تام مستمر على طول. number 2 I wrote have written have been writing letter all day طوال اليوم قاعد بكتب ايه في الجواب ده all اهي all من الكلمات الدالة على زمن ايوه present perfect continuous زمن مضارع تام مستمر خلاص يبقى روت مش نافعه معايا في كلمه دل على الزمن زي ما احنا قلنا كلمه دل على الزمن بتقول لي انت بتعامل مع الزمن ده مش زمن تاني انت في الحته دي مش في حته تاني مهم جدا الكلام ده يبقى اي روت ما تنفعش معايا اي هاف ريتن مضارع تام بس ما تنفعش معايا لان هنا الجمله في اول بتركز على الوقت اللي استغرقه الحدث يبقى اي هاف بين رايتنج هاف او هاز بين احط فعل ايه اي ان جي اي هاف بين رايتنج ليتر اول داي تمام. I study have been studying am studying for my test since I got up. تمام. I study تنفع I have been تنفع I am studying تنفع اعمل ايه؟ ابص على كلمه دل على الزمن بيقول لي هنا since منذ بيجي وراها ماضي بسيط خلي بالك بيجي بعدها ماضي بسيط جملة لو جت جملة يبقى ماضي بسيط وقبلها مضارع تام أو مضارع تام مستمر يبقى ما ينفعش معايا I'm studying مضارع مستمر لا يبقى I study ولا have been studying طبعا ما ينفعش I study يبقى مع السلامة مضارع بسيط ما ينفعش معايا يبقى I have been studying على طول I've been studying for my test أنا بذاكر الاختبار بتاعي منذ أن إيه استيقظت خلاص يبقى زمن المضارع التام المستمر بيجي عادي بيدل ايه سنس بتدل على زمن مضارع تام مستمر بتيجي ايه سنس هنا في النص بيجي قبلها مضارع تام مستمر بيجي وراها ماضي بسيط. number 4 look someone has broken has been breaking that window تمام ابص على الجمله اركز ايه ده someone مفرد ولا جمع someone شخص ما مفرد يبقى ما تاخدش هاف مع السلامة ترمي على عصافير مش نافعة معايا تمام اعمل ايه has broken ولا has been breaking that window اترجم الجملة واشوف هنا بيركز على الوقت اللي استغرقه الحدث ولا بيركز على ايه اللي حصل ها someone شخص كسر الشباك يبقى حاجة حصلت يبقى ما ينفعش مضارع تام مستمر هنا اهو معايا مع السلامة ترمي على عصافير يبقى someone has broken شخص ما كسر ايه الشباك يبقى هنا الجملة بتركز على ايه اللي حصل مش بتركز وما فيش حاجة دل على زمن مضارع تام مستمر خلاص تمام
We have another exercise here. Let's answer it together. بيقول لي Rewrite the following sentences using the words in brackets to give the same meaning. أعد كتابة الجمل دي مستخدما إيه كلمات الأقواس علشان تدي نفس المعنى. Number one, Nader began watching TV 2 hours ago and he hasn't finished yet. بيقول لي نادر بدأ إيه يتفرج على التلفزيون من ساعتين وما خلصش لحد دلوقتي. بيقول لي استخدم فور لمدة. هعمل إيه؟ تمام. أبص كويس. فور من الكلمات الدالة على زمن المضارع التام، المضارع التام مستمر. طب هعمل ايه؟ ده هنا في عندي بيركز على الوقت اللي استغرقه الحدث. نادر began watching TV 2 hours ago and he hasn't finished، يعني لسه شغال اهو بيتفرج. يبقى هستخدم زمن المضارع التام مستمر. began تطلع بر، مع السلامة. يبقى نادر ياخد ايه؟ has مفرد. has اطبق القاعدة been الفعل في ING already اهو watching TV for بتيجي قبل المدة الزمنية 2 hours. طبعا ما اكتبش اجو ماضي بسيط ما تنفعش معايا وما اكتبش ده كله ليه؟ لان هو بيقول لي ما خلصش لحد دلوقتي. ما هنا معناها ايه؟ المضارع التام مستمر بيعبر ان في حاجة مستمرة. خلاص يبقى كده حافظت على ايه المعنى مظبوط معايا. خلاص يبقى زي ما احنا قلنا فور وسنس بيدل على زمن مضارع كان مستمر. فور بيج وراها مده زمنيه وشرحت الكلام ده الفرق بين فور وسنس في زمن مضارع التام. الفرق بين فور وسنس شرحته في شرح زمن مضارع التام اللي هو هتلاقيه في قوام التشغيل زمن مضارع التام الصف الخامس الابتدائي فاميلي اند فريندز. فور بيج وراها المده الزمنيه، المده الزمنيه كامله بدايتها ونهايتها، اما سنس بيج وراها نقطه بدايه الحدث زي ما احنا قلنا. Number two, the last time I ate fish was in Alexandria. بيقول استخدم since. هركز كده وترجم الجملة. آخر مرة أنا أكلت سمك لما كنت في اسكندرية. بيقول استخدم منذ. يبقى هقول إيه بالعربي؟ أنا بفكر أهو، أنا ما أكلتش سمك منذ أنا كنت في اسكندرية. يبقى the last time تطلع برا. I لازم في الجملة I تاخد ايه؟ haven't. عشان haven't هنا هو طبعا لازم استخدم زمن مضارع التام عشان since بيجي قبلها زمن مضارع التام. يبقى I haven't الفعل عندي eat يبقى eaten fish انا ما اكلتش سمك. ها since تنزل على طول I منذ انا، لان since بيجي وراها جملة كاملة في الماضي البسيط. since I was in Alexandria. خلاص حافظت على المعنى وحافظت على الزمن. عرفت ان سينس بيجي قبلها مضارع تام، يبقى مضارع تام على طول يبقى I haven't eaten fish. I haven't eaten fish since I was in Alexandria. على طول حليت الجملة بطريقة سهلة وبسيطة. خلاص انا ما اكلتش السمك منذ ان كنت في اسكندرية. خلاص تمام. وكده انتهى الفيديو بتاعنا من تعلم الانجليزية مع مستر محمد سعد. تحت الفيديو ده هتلاقي صورة الناحية التانية كلمة اشتراك لونها احمر. اضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي الجرس ظهر كده. اضغط عليه. لما تضغط عليه هتلاقي كلمة الكل من فوق او all بالانجلش. اضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي الجرس عمل كده. معناها ايه الكلام ده؟ معناها انك فعلت الجرس. You have activated the bell. When you activate the bell, you have access to all our notifications. لما تفعل الجرس هيبقى عندك إمكانية توصل لجميع إشعاراتنا. معنى إيه الكلام ده؟ معنى أي فيديو جديد إحنا بنعمله هيظهر عندك في الموبايل على طول. لو أنت مهتم بفيديوهات التعليمية educational videos، وأشوفكم على خير في فيديوهات جاية كتير لجميع المناهج، جميع الصفوف، جميع المراحل. Goodbye. مع السلامة.